السلام عليكم أصحابي وأحبابي والناس كله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة أسرار عامة المتخصصة في الربح من الانترنت. اليوم كما قاعدين نشوفوا فينا احنا موجودين على منصة سي بي اي جريب. اللي يعرفوا المنصة هذه يقعدوا معنا باش يتفرجوا في الطريقة اللي مش نروجوا بها أول عرض لنا على قناتنا. هي طريقة بصراحة تباع في الكورسوات المدفوعة، احنا مش نبرتجوها معاكم بلاش من غير ما نطلبوا منكم حتى مليم. تنجموا تقعدوا تفرجوا معنا في الطريقة. اللي ما يعرفوش المنصة بتبيعاتهم يلزمهم يقعدوا معنا باش يتعرفوا على منصة تنجم تساعدهم في ربح الأموال بطريقة سهلة. أكيد راكم سمعتوا ترويج العروض معناتها، وبالنسبة للمتابعين متاعنا أكيد راهم شافوا الحلقات السابقين اللي تحدثنا فيهم على ترويج المنتوجات الموجودة على منصات التسوق بعمولة، منهم ورور بلاس جوفيزو وإلا أبميتاد إلى غير ذلك من المنصات اللي شرحناها على القناة متاعنا. طريقة ترويج عروض تلك المنصات هي نفس طريقة ترويج عروض هذه المنصة، معناتها الطرق اللي شرحناها في الحلقات الفارطة تنجموا زادة تطبقهم على العروض متاع المنصة هذه. الفرق بيناتهم الزوز اللي عروض ويرور بلاس المحارب بلاس أو أدميتاد أو ماتريكس نيويورك هي عروض مادية، ستطلب من الشخص أن يشتري هذه البضاعة التي أنت تروج لها. لكن في منصة سي بي اي قريب أو العروض سي بي اي أنت ستطلب من الشخص خدمة إلكترونية، يعني ستطلب منه أن يسجل ببريده الإلكتروني في منصة تروج لها أن أو أن يثبت تطبيقا أو أن يلعب لعبة إلى غير ذلك من الطلبات الإلكترونية. لذلك أنت لن تقدم له عرض يشتريه بأموال، هذا الفرق. أما ثمن العروض أو ثمن العمولة التي ستتلقاها تكون منخفضة مقارنة بمنصات ترويج العروض المادية التي ستبيعها بأموال. كما تلاحظون هنا على سبيل المثال في تونس هناك عرض ستكون عمولتك فيه 0.51 دولار، يعني أقل من دولار. وهنا أيضا كما ترون في جنوب إفريقيا هناك عرض، في تركيا هناك عرض، لكن هنا العرض في تركيا كما ترون 2.73 دولار. أحسن مكان للترويج هذه العروض أصدقائي هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ننتقل احنا مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنرى العروض الموجودة هناك، لأننا نحن سنتعلم طريقة كيف نروج هذه العروض في الولايات المتحدة الأمريكية. هي تعتبر سهلة أصدقائي، سأريكم الطريقة. يعني يكفي أن يضغط على الرابط التي ستروج إليه ستربح أموال، يدخل ويسجل ستربح أموال، ستقوم بإقناع العميل بأن يضع إما العنوان البريدي له أن يضغط ويدخل إلى الموقع، يكفي أن يقوم بهذه العملية أنت ستربح. ثم إذا ذهبنا إلى العروض أصدقائي نضغط هنا ثم عروضي هنا وننتقل إلى العروض، تلاحظون أنني أنا مسجل بما أنني في دولة تونس، سيضعون دولتي هنا تونس، وتوجد العديد من العروض أيضا إلى دولة تونس كما تلاحظون 0.51 0.30 0.8 0.08 إلى غير ذلك. تعتبر هذه العمولات ضعيفة نوعا ما، لكن إذا روجت إلى هذه العروض في دولة تونس، لأن هذه العروض خاصة بدولة تونس، يقول القائل إذا كانت هذه العروض خاصة من دولة تونس وأنا مثلا من دولة أخرى أريد أن أروج هذه العروض كيف سنعمل؟ أنا سأريكم الطريقة كيف ستعملون، لأننا نحن سنروج إلى عروض في الولايات المتحدة الأمريكية وسنريكم الطريقة كيف تكون بالضبط. نحن سنروج، سنتعب وسنعمل وسنروج. إذن سنروج إلى عروض ذات عمولة أعلى. يعني إذا أردنا أن نروج إلى عروض ذات عمولات أعلى علينا الذهاب أين؟ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أحسن دولة في الشراء عبر الإنترنت إلى غير ذلك. أضع ES الولايات المتحدة الأمريكية، وكما تلاحظون أصدقائي هذه العروض التي توجد في الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ هنا أنها توجد 0.86 0.76 2.22 إلى غير ذلك، كل أخر العروض بإثنين. سنختار على سبيل المثال هذا العرض، نضغط عليه، هذا العرض اللغة العربية. تلاحظون أحصل على بطاقة هدايا بقيمة 1000 دولار. أنت ستروج إلى هذه المنصة التي تقول أحصل على بطاقة هدايا بقيمة 1000 دولار. هنا سيقول ادخل معلوماتك الآن لتبدأ، يعني ستقول للشخص أن يدخل معلوماته. ما هي هذه المعلومات التي يجب على الشخص أن يدخلها؟ يعني عندما تروج أنت إلى هذا الرابط الموجود هنا، المطلوب من الشخص أن يضع البريد الإلكتروني الشخصي. إذا يجب عليك إقناع هذا الشخص بوضع بريده الإلكتروني. إذا علينا اتباع بعض الطرق لإقناع الشخص
إلى أن يدخل إلى هذا الموقع ويضع البريد الإلكتروني الخاص به. هذه الطرق ستكون يا إما عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك سنقوم بإنشاء منشور على الانستغرام أو تويتر أو فيسبوك إلى غير ذلك من مواقع التواصل الاجتماعي تحفز الشخص على أن يدخل إلى هذا العرض وأن يضع البريد الإلكتروني الشخصي، أو سنتبع طرق أخرى وهي بعض المواقع التي سنضع عليها العرض الخاص بنا والموقع سيقوم بترويج إلى عرضك. هذه المواقع التي يروجون عليها يوجد فيها المجاني والمدفوع، وبطبيعة الحال المدفوع أحسن من المجاني، لكن المجاني أيضا تستطيع كسب منه الأموال. وبما أننا نحن على قناتنا نقدم لكم كل الطرق دون احتكار أي طريقة، اليوم سنقدم لكم طريقة ممتازة تستطيع ترويج بها إلى عرضك. إذن أصدقائي، في هذه الحلقة سنتطرق إلى شرح التسجيل في الموقع، ثم سنروج إلى أول عرض، وسنشرح لكم الطريقة التي سنعمل بها اليوم. أرجو منكم أن تتابعوا الحلقة من الأول إلى الآخر حتى تتعرفوا على هذه الطريقة. إذا قمتم بالتسريع في الحلقة فإنكم قد تضيعوا بعض الخطوات، لذلك أصدقائي أطلب منكم أخذ كوب من الشاي، ورقة وقلم، ولننطلق في العمل. هذه منصة CPA كريب. بالنسبة للتسجيل ستذهب هنا، إذا كنت مسجل تسجيل الدخول، إذا لم تكن مسجل ستضغط على يسجل هكذا، وننتقل إلى هذه الصفحة لوضع البيانات. هنا كما ترون الاسم الأول اسم العائلة. هنا في شركة تستطيع وضع اسمك ولقبك دون إسباس، على سبيل المثال اسمي علي بن سالم، هكذا تكون الاسم دون إسباس، يعني ملتصق في بعض. هذا بالنسبة إلى الشركة. ثم الموقع الإلكتروني، لا تضع موقع إلكتروني، عنوان الشارع ستضع عنوانك، ثم الدولة تونس، المدينة، الولاية، الرمز البريد، رقم الهاتف، ثم سكايب. سكايب أصدقائي سهل، لمن ليس له سكايب يستطيع أن ينشئ سكايب، يدخل على جوجل سكايب وينشئ سكايب سهلا، ويضع اسم السكايب الذي وضعه هنا لأن سكايب مطلوب. هنا نوع النشر ستضعون آخر أوضر، عنوان البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، اختر المنطقة الزمنية في تونس 01، أمستردام، برلين، روما، استوكهولم، فيينا لغير ذلك، أين سمعت عنا مثلا في اليوتيوب، لقد قرأت وفهمت شروط الخدمة. هنا أصدقائي بعد التسجيل سنتحول إلى واجهة الموقع كما ترون، لكن علينا ضبط بعض الأعدادات أولا. أول شيء نقوم به سنتحول إلى البريد الإلكتروني ونفعل حسابنا من البريد الإلكتروني. هذا البريد الإلكتروني، هذه آخر رسالة، وهنا كما ترون التفعيل، هنا أضغط على التفعيل، وهنا نتحول إلى هذه الصفحة حيث تقول أننا قمنا بتفعيل الحساب. بعد تفعيل الحساب أصدقائي سنذهب إلى أعدادات الحساب. هنا كما ترون يوجد هاتان العلامتين، يعني أن هناك شيء ناقص في حساباتنا. نذهب إلى أعدادات الحساب، ثم أصدقائي نذهب هنا إلى الأسفل W8 ملف، نضغط عليها، وهي مستندات الضرائب كما ترون. سنضيف البيانات الناقصة، هنا على سبيل المثال يوجد اسمي بما أني مسجل، ثم البلد تونيزيا، ثم عنوان البريد، ثم هنا العنوان البريدي إذا كان عندك عنوان بريدي مختلف، ثم المدينة أو البلدة، ثم الولاية، ثم رمز البريدي، ثم رقم تعريف دافع الضرائب، هنا لا تضع شيئا، اضغط على غير متاح، ثم رقم تعريف الضريبة الأجنبية اتركوها لا تفعل شيئا، ثم الرقم المرجعي، هذا رقم المرجعي، ثم تاريخ الميلاد ستضع هنا تاريخ ميلادك، ثم المعاهدة بين الولايات المتحدة وتلك الدول ستضع هنا أشهد أن المالك المستفيد هو مقيم بالمعنى المقصود من في ضريبة الدخل، ستضع البلد على سبيل المثال بلدي تونس، ثم المالك المستفيد يطالب بإحكام المادة والفقرة، يعني يجب أن تضع المادة والفقرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعلى سبيل المثال تونس بلدي، هنا أرتيكل 12 باراجراف 2 للمطالبة بنسبة الاقتطاع وهي 15%. هنا اشرح شروط إضافية، لا تشرح شيئا، يعني كل هذه العملية لأنهم عندما يريدون قطع الضرائب سيقطعون عليكم نسبة 15%، بما أن تونس لها اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى الضرائب. أما إذا لم تقم بوضع البيانات في هذه الاستمارة سيقتطعون عليك 30%، هذا كل ما في الأمر. إذن ثم في الأخير نذهب هنا إلى توقيع المالك المستفيد، ستضع اسمك ولقبك مثل في بطاقة التعريف الوطنية فقط، هذا كل ما في الأمر. أملأ هذه البيانات ونعود إليكم أصدقائي. بعد ملأ وثيقة الضرائب أصدقائي نقوم بيحفظ،
وهنا كما تلاحظون ذهبت العلامة. نذهب إلى مركز الدفع، نضغط. بالنسبة إلى مركز الدفع أصدقائي، علينا وضع طريقة الدفع التي سنستلم بها أرباحنا. وكما قلنا أصدقائي، سنضع حسابنا في بايونير، ونحن في قناتنا قد وضعنا لكم حلقة طريقة فتح حساب بايونير وطريقة التفعيل وطريقة ربطه مع البلدان المحلية، وسنضع لكم كل هذه الروابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. من ليس له حساب بايونير يذهب إلى الحلقة ويسجل وسيصبح لديه حساب بايونير. أذهب هنا وأضع التحويل المصرفي العالمي بايونير، ثم حفظ تفضيلات الدفع. وكما ترون هنا يقول لك يجب أن تكون لك أرباح لوضع حسابك بايونير لتحول الأموال. يعني عندما نكسب بعض الأموال في هذا الموقع سنضع وسيلة الدفع وهي البايونير، ونسحب الأموال أو المربح التي تحصلنا عليه. هذا كل ما في الأمر بالنسبة إلى التسجيل. وهذه هي واجهة الموقع أصدقائي. إذن الآن سنذهب إلى أخذ عرض ثم الترويج له بالطريقة التي وعدناكم بتقديمها لكم. إذن لأخذ العرض أصدقائي سنذهب هنا إلى عرض الأدوات ثم عروضي. وكما تلاحظون ننتقل إلى هذه العروض. هنا موجودة في دولة تونس لأنني شخص من تونس، وأستطيع هنا وضع أي دولة أريد أسوق لها العروض. سأضع أنا الولايات المتحدة الأمريكية. سنتحول إلى صفحة العروض الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا هذا العرض يقول قم بتثبيت تطبيق من مايب فري، وعندما يقوم العميل بتثبيت التطبيق ستتحصل على 0.86 دولارا على كل عميل. وهناك عرض آخر، اكتشف برجك في عام 2022 0.76 دولار. هنا احصل على بطاقة هدايا بقيمة 1000 دولار 2.39 دولارا. وأظن هذا العرض ممتاز لأنه هنا كما ترون هناك مبيعات فيه حوالي 39%. باقي العروض الأخرى كما ترون 23-22%. أنا سأختار هذا العرض، أضغط عليه ونتحول إلى صفحة العرض. هنا العرض كما ترون يطلب من الشخص بوضع بريده الإلكتروني. سنقنع العملاء بوضع بريدهم الإلكتروني في هذا الموقع لكي يفوزوا ببطاقة هدايا قيمتها 1000 دولار. هو أصدقائي عرض مغري لكن في الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يدخل الشخص إلى هذا الموقع ويضع بريده الإلكتروني، يكفي أن يضع بريده الإلكتروني، سنربح نحن 2.39 دولارا. وبالنسبة إلى الشخص يدخل ويضع البيانات ويتعامل مع هذه المنصة سيفوز ببطاقة هدايا بقيمة 1000 دولار. مهمتنا أصدقائي نحن هي إقناع العميل بالدخول إلى هذه المنصة ووضع بريده الإلكتروني. نحن سنريكم طريقة، لكن توجد العديد من الطرق لترويج هذه العروض. على سبيل المثال وضع بوست على الفيسبوك، تأخذ هذه الصورة وتضع بوست ثم تضع رابط العرض حتى تحفز الأشخاص على الدخول إلى هذه المنصة. لكن في الفيسبوك لا يقبل الروابط، عليك أن تقوم بصفحة هبوط، وهذا ما سنراه في الحلقات القادمة إن شاء الله. نفس الشيء بالنسبة لتويتر وإلى انستغرام، لكن علينا أن نتبع هذه الطريقة اليوم، وفي الحلقات القادمة سنريكم طرق أخرى إن شاء الله. إذن اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد. اليوم سنقوم بطريقة سنضع فيها هذه الصفحة وسيقوم الموقع بالترويج، لن نقوم نحن بالترويج. الموقع هو أصدقائي classifiedads.com، وهنا تلاحظون أنني نشرت أنا إعلانا على هذا الموقع، وقد تم نشره كما ترون باسمي ولقبي وكل شيء موجود هنا وفي الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ألاسكا. إذن نحن سنتبع هذه الطريقة كما رأيتم. إذن أصدقائي بعد التوجه إلى الموقع هنا ستجد أنشر إعلان مجاني كما ترون، أو إذا قمت بنشر إعلان آخر ستجد هنا أنشر إعلانا آخر. سنذهب هنا أنشر إعلان مجاني. سنتوجه بعد أصدقائي إلى هذه الصف الذي يقول لك اختر الفئة. سنختار الفئة التي نريد الترويج لها. اختر فئة وظائف مركبات سلع للبيع حيوانات أليفة العقارات الإيجار خدمات شخصية تواصل. هنا سنضع خدمات ثم سنختار الكاتيجوري. الكاتيجوري هنا سنختار أوفايس سيرفيس. طبعا تختلف هذه القنوات من عرض إلى آخر. هنا موقع الولايات المتحدة الأمريكية، هنا يطلب عنوان للإعلان، سيكون الإعلان هو عنوان العرض كوبي، ثم سنعود هنا ونضع العنوان هنا. طريقة سهل. طلب السعر هنا عندما تروج إلى عرض خاص بك ستضع السعر، لكن نحن لا نروج إلى عرض خاص بنا سنتركه هكذا. سنذهب إلى الوصف. بالنسبة للوصف أولا سننسخ هذا العنوان، عنوان ونضعه هكذا هكذا،
سنتحول هنا، سنضع العنوان هنا ثم موافقة، هذا هو العنوان. ثم سنتجه إلى متصفح جديد ونبحث عن وصف صغير، هكذا نضع العنوان هنا ريسيرش، ونحاول البحث على وصف. وهنا تلاحظون قد وجدت وصفا هنا، هو برنامج مكافآت ولا مجاني عبر الانترنت يحصل إلى غير ذلك. سأخذ هذا الوصف باللغة الإنجليزية هكذا، أنسخه ثم أعود إلى الموقع وأضعه هنا هكذا ثم موافق. والآن أصدقائي نأتي إلى العنوان الأول هذا هنا، ثم نضغط على علامة اللينك هنا هكذا، ثم أعود إلى العرض وأخذ الرابط. لكن هنا قبل أخذ الرابط سنضع دومين خاص بالرابط. هنا نلاحظ أن الدومين هذا .net وطويل نوعا ما، سنأخذ أقصر منه هو .com على سبيل المثال هذه الكلمة. وتلاحظون هنا أن الرابط قد تغير، نأخذ كوبي لللينك، نعود إلى الموقع، نضع الرابط هنا ثم موافق ثم ابلود، وتلاحظون أن العنوان تحول إلى رابط. نذهب هنا نضع اسمك هاتفك، ثم تضغط على هذه العلامة حتى يبقى سريا الهاتف. هنا المدينة أو البلدة أو الحي United States، وهنا رمز البريد يعني زيب كود. إذا تريد وضع مدينة أخرى، أنا على سبيل المثال في العرض الفارط وضعت ألاسكا، الآن سأضع رمز بريدي لمدينة أخرى. أذهب إلى متصفح جديد وأضع هنا زيب كود United States هكذا، وستأتي أمامكم جميع الولايات الأمريكية والزيب كود الخاص بها. هنا ألاسكا، أريزونا، كاليفورنيا، سنختار على سبيل المثال أريزونا ونأخذ هذا الزيب. نعود إلى الموقع ونضع كود أريزونا هنا هكذا. هنا مدة العرض، كم تريد مدة العرض أن تبقى؟ أسبوع، أسبوعين، 6 أشهر، 9 أشهر، أضع 9 أشهر في الأخير. ثم أضيف هذه الحروف هكذا 4، ثم هنا أخذ صورة إلى العرض، هذا هو العرض، هذه صورته، أحفظها هنا. ثم أعود إلى الموقع choose file، وأذهب إلى مكان الصورة التي حفظتها، وهنا تلاحظون أن الصورة قد انضافت. هذا كل ما في الأمر أصدقائي، انشر هذا الإعلان، وسيقوم الموقع بنشر هذا الإعلان في أريزونا في المدينة التي اخترتها. كما تلاحظون هنا نشر الإعلان بطريقة صحيحة وبطريقة ممتازة أيضا، مع الوصف، العنوان، description، كله موجود. إذا أي شخص سيدخل هنا ويسجل ستربح الأموال، وبهذه الطريقة أصدقائي تستطيعون الربح القليل من الأموال. وستلاحظون في الأيامات القادمة في تحليلات الموقع أنه توجد بعض الضغطات وتوجد بعض من دخل وقام بالتسجيل، وبهذه الطريقة تكونون أنتم من تربحون العمولات. إذا هنا أصدقائي نأتي إلى آخر هذه الحلقة، أتمنى أن يكون الشرح واضح للجميع، وبإذن الله في الحلقات القادمة سنقوم بمشاركة العديد والعديد من الطرق الأخرى. لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا بدعمنا بلايك. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.